رعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، الحمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتيكم في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة. ونستضيف في هذا الوقت صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة في هذه السلسلة، وهي كنا في البيوع وأنواعها، ثم انتقلنا إلى الإجارة في حلقتها السادسة إن شاء الله تعالى، نذكركم بأرقام الهواتف وترونها تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. وكما يمكنكم التواصل معنا على عبر أرقام الفايبر إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 094-466-5080، ورقم الأخير 094-466-5081. إذا نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، حياكم الله شيخنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا اهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. اسال الله يحفظكم شيخنا. شيخنا، ما زلنا نحن في الاجاره، والمره الماضيه تحدثتم فضيلتكم حفظكم الله تعالى عن موضوع متى يكون الضمان في الاجاره ومتى يمتنع، فهل لكم شيخنا ما زال فيه اي صوره اخرى تريدون يعني ذكرها؟ لو سمحتم تفضلوا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فقد تحدثنا عن أن الإجارة أحياناً تبطل لعدم السلعة المؤجر عليها لا تستدعي شيئا مما يؤجر عليه. وتكلمنا عن من استأجر طبيبا على خلع سن كانت تؤلمه، ثم بعد ذلك سكنت، أي ذهب هذا الألم، فهذا لا يضمن للطبيب أجرته، لأن لا يوجد شيء يستأجر عليه. كذلك من استأجر شخصا على القصاص، على أن يقتص له من الجاني بأن حكم له بالقصاص، سواء كان في عضو أو في نفس كاملة، فتفاهم مع أحد الناس على أن ينفذ هذا القصاص. القصاص والقصاص بمعنى واحد. فلكن نعم هو عافى، هو ولي الدم عافى عن هذا الجاني، فالإجارة هنا بطلت، لا معنى لها، ولذلك لا يضمن أجرة من تفاهم معه على أن يقتص له. خلاص انتهت المسألة، لا يوجد قصاص، وبالتالي لا توجد أجرة. أما المسألة الأخرى، وهي إن استأجر دارا فاغتصبت، استولي عليها، احنا هذه عندنا واضحة في بلادنا، اغتصاب الدور واغتصاب المساكن عندنا بكثرة، وبالتالي نتصورها جيدا. فإذا اغتصبت بعد أن استأجرها شخص
اغتصبت استولى عليها شخص آخر لا يملكها، فهل يلزم المؤجر أن يدفع المستأجر عفوا، هل يلزم بدفع الأجرة؟ لا يلزم، لأن المنفعة ذهبت مع العين. وكذلك إذا كان الغصب متعلقا بالمنفعة، المرة الأولى متعلق بالعين، يعني واحد استولى على المنزل أو الشقة أو العمارة والآن اغتصبت المنفعة، العين لم يرد بها سوء، لم يرد بها سوء، ولكن المنفعة اغتصبت ما عادش يقدر يتحكم فيها المالك، إذا تبطل الإجارة في هذه الحالة. إذا اغتصبت المنفعة خلاص انتهت الإجارة. نعم، كأن يأمر السلطان بغلق الحوانيت، يعني الدكاكين يصدر أمر من الحكومة بغلقها، فهنا اغتصبت المنفعة، العين ما زالت موجودة وهي تنسب لصاحبها لكنه لا يتحكم فيها، فتبطل الإجارة إن عقد عليها عقد إجارة. المسألة الأخرى، إن ادعى، وهذه تأتي في قضية الذين يكلفون برعي المواشي، يعني في البيئات الرعوية، فادعى الراعي أن هذه الشاة ماتت، ولا يستطيع أن يبرهن على ذلك بإشهاد الشهود أو غير ذلك، فهذا ما وضعه في الفقه الإسلامي؟ قال فقهاؤنا يصدق. وكذلك إذا قال خفت أن تموت، سواء بقرة والله جمل أو شاة، أم قال خفت أن تموت فذبحتها أو نحرتها، فيصدق. كذلك إذا قال سرقت مني بعد النحر يصدق، هذه أمور يصدق فيها. نعم، لأنه يصعب عليه، إلا إذا ثبت يقينا بوسائل أخرى أن هذا كذب ولم يحدث، فعندئذ نضمنه. أما إذا نعم لم يوجد ذلك، لم توجد برهنة على قضية موتها أو سرقتها أو غير ذلك، فإننا نصدق هذا الذي كلف بحفظ هذه المواشي. ومن التطبيقات الأخرى أن من اكترى دارا، استأجر دارا فعملها للفسق، للخمر وغيره مثلا، نعم، هذا ماذا يفعل به؟ هذا يرفع للقاضي، والقاضي يأمره بإزالة هذا الفسق الذي هو مضرة للمالك ومضرة لجيرانه. فإن أبى الفاسق هذا من تغيير حاله، فإن الحاكم يؤجرها لغيره، نعم، يأخذها منه، ولا تعود منفعتها له، بل يؤجرها ويدفع هذه الإجارة الجديدة إلى المالك. نعم، هذه واحدة من الأشياء التي هو هذا ضررها واضح، وعندنا قاعدة فقهية وهي لا ضرر ولا ضرار، يعني لابد أن يرفع الضرر، ولذلك وجدت قاعدة فقهية أخرى تابعة لهذه القاعدة وهي الضرر يزال. هذه مسألة طويلة عريضة كما يقول الناس، مسألة إزالة الضرر ووجوب إزالته، ولو أزيل بالقوة
وهذه الحاكم هو الذي يتصرف في ذلك. وقلنا أكثر من مرة أن كلمة الحاكم في كتب الفقه تعني القاضي. نعم، هذه مسألة مهمة، وعندنا من المسائل التي تتبع ذلك كراء الدور كما يقول الفقهاء. نعم، عندنا مسألة جائزة وما هي مهمة، وهي كراء الدابة أو السيارة واستثناء ركوبها. يعني واحد باع سيارته أو أجرها لمدة 6 أشهر، ولكنه استثنى من منفعتها، أي استثنى أن يستعملها لحوائجه لمدة 1 شهر. نعم، يجوز ذلك، تدخل الإجارة بعد انتهاء هذا الشهر. نعم، كذلك يجوز كراء الحمامات وكراء الدور الغائبة. الحمامات المقصود منها الحمام البخاري. نعم، وكراء الدور الغائبة، يعني الأصل في البيع والشراء عندنا والإجارة كذلك أن يكون الشيء المراد بيعه وشراؤه، وكذلك المراد إجارته، أن يكون حاضرا حتى يراه المستأجر. لكن بعض الحالات يجوز كراء الدور والحمامات وما في حكمها، نعم، وهي غائبة، لكن هذه الغيبة لا تكون غيبة طويلة، بل غيبة يمكن أن يصل إليها البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر قبل أن تتغير. فهذه المسألة تعتمد على البيئات الموجود فيها هذا الكلام. زمان قديما كانوا يحددونها بمسافة الأيام، على بعد 3 أيام أو 4 أيام أو 15 يوما، والآن ما أسهل هذا الأمر، يحددونها بالمسافة الدقيقة. المهم لماذا أنه يجوز أن تباع بهذه الطريقة وأن تستأجر وهي على غيبة من البائع والمشتري أو المستأجر والمؤجر. لماذا سمح بذلك؟ قالوا لأن هذه الأشياء يعني لا تتغير بسرعة، خصوصا إذا كان الوصف على رؤية سابقة، يعني رآها المستأجر قبل شهر أو قبل شهرين أو قبل أسبوع أو أسبوعين، فإن هذا ينفع، ولا يتصور أن تتغير الدار في هذه المدة القصيرة. ولذلك قالوا يجوز تأجيرها وهي غائبة، أي ليست في منظور المستأجر ولا المؤجر في تلك اللحظة. نعم، هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها. كذلك يضمن من أكرى لغير أمين، يعني هو اكترى واتفق مع صاحب الملك لكنه يريد أن يكريها لغيره، فأكراها لغيره، أن هذا لازم من وجود شرط فيه، وهي قضية هل المكتري الجديد هذا أي الثاني هل هو أمين أو غير أمين. إن كان أمينا فهذا لا ضمان عليه، إن حدث شيء ليس بالتعدي ولا التقصير، وإذا كان غير أمين فهو يضمن في كل الحالات. ويتكلم الفقهاء في هذه المسألة من اكترى دابة لمسافة معينة ثم بعد ذلك
أتى بهذه الدابة ولكنه تجاوز في قضية المسافة التي اتفق عليها بين المستأجر والمؤجر. فإذا حدث في تلك الزيادة حدث عطب للدابة أو السيارة معنى واحد كلها. نعم، بزيادة مسافة لها بال، والبال حدده الفقهاء بالميل ونحوه. في الحالة هذه نعم يضمن نعم ويدفع هذا المستأجر الأرش. الأرش هذا هي أجرة الزائد، ما عادش ننظر للأجرة الأولى، ولكن نقول من أكره هذه المسافة كم يلزمه من الكراهة عند الناس الآن، يقال كذا وكذا، فنحاسب هذا المستأجر الذي تعدى في المسافة نضمنه إجارة مثله، إجارة مثل هذا الشيء. نعم، بسبب هذه الزيادة التي لها بال. فإن هذه مسألة أخرى كذلك يتكلمون عنها في مسألة الضمان. من اكترى أرضا فزرعها ثم أتى سيل فذهب بهذه الزريعة إلى أرض شخص آخر فنبتت هناك، ماذا على صاحب الأرض الجديدة وماذا على صاحب الأرض القديمة؟ صاحب الأرض القديمة ليس له شيء، وإنما هذا النبات الذي نبت بسبب جر السيل له، النبات له إن كان شعيرا أو قمحا أو أرزا أو أي شيء آخر. نعم، بعد كذلك توجد مسألة أخرى في البيئات الزراعية يكثر السؤال عنها. إذا اكترى أرضا فزرعها ثم حصدها ودرسها وانتهينا، ولكن عادة يحدث انتثار حب، انتثار حبوب من الزريعة وغيرها، يعني تنبت في العام القابل، ليس العام الذي اكتريت الأرض من أجله بل العام القادم. نعم، هل هذه يملكها المكتري أو المالك؟ قال فقهاؤنا هذه يملكها المالك، أي مالك الأرض، وليس للمكتري شيء. نعم، هذا كذلك عندنا في هذا الباب، باب الإجارة، تدخل معنا أشياء أخرى تتعلق بالجوائح. الجائحة هي أمر ليس بيد الإنسان دفعه، لكن تارة تكون أرضية وتارة تكون سماوية. أما الأرضية فيعبرون عنها بالفيران والدود وأشباههما. أحيانا الذي يزرع هذا الأرض، هذه الأرض ينبت الحب، لكن تقضي عليه الفيران أو الدود الموجود في النباتات أو الأشجار، فهذا من يضمنه؟ الجوائح يتكلم عنها الفقهاء كثيرا ويضربون أن مسألة إذا كانت أكثر من الثلث فهي فالمكتري المالك، مالك الأرض، ضامن لها لأنها من غير فعل المكتري، وإذا كانت أقل من ذلك فلا يضمن ومصيبة قد أصابته. نعم، ويدخل في ذلك الجراد والطير والجليد، البرد والريح وما إلى ذلك. ثم عندنا مسألة أخرى في هذا الباب وهي مهمة كأنها قاعدة. عندنا بعض الأشياء موكولة إلى أمانة صاحبها، أمانة المكتري
أو أمانة نعم يعني المؤجر المستأجر عفوا تؤكل إلى أمانته، وتارة لا تؤكل إلى أمانته، وإنما نعم يعني كأنها تضمنه. أشياء الموكولة للأمانة لا ضمان فيها، مثل ماذا؟ مثل الوديعة. إذا أودعت شخصا وديعة فقد اخترت أمانته، فإذا ادعى ضياعها، ادعى تلفها فلا يضمن. نعم، مصيبة نزلت. لماذا؟ لأن الوديعة أنت اخترت لها شخصا تثق في أمانته، وبالتالي لا تضمنه، وإنما الأمر هذا موكولة إلى أمانته. ويدخل معنا في ذلك أيضا اللقطة. اللقطة هي الشيء الملتقط. نعم، فإذا ضاع هذا الشيء الملتقط أو ادعى من التقطها أنها ضاعت فهذا موكول إلى أمانته. كذلك أموال القراض. إذا أعطيت شخصا مالا قراضا ليتجر فيه ويحركه فادعى ضياعه فإنه أمين في هذه المسألة ولا يضمن. بعكس القرض. القرض يعني إذا ادعى شخص اقترض من شخص مبلغا من المال ثم لما طلبه صاحبه قال له إنه ضاع مني، هذا لا يصدق بل يضمن، إلا إذا ثبت يقينا بالبراهين أنه فعلا قد سرق منه أو اغتصب منه إلى آخره. طيب أما شيخنا، إذا لم يملك ما يدل على براءته فإنه يضمن. طيب شيخنا حفظكم الله تعالى، نستقبل بعض المكالمات ثم نعود إن شاء الله تعالى، وعودنا على المقاطعة حفظكم الله تعالى. نعم، بنت ليبيا من الزاوية، تفضلي يا بنت ليبيا على الفايبر. نعم تفضلي يا بنت ليبيا ونعتذر عن التأخير. نعم يبدو أنك انقطع الاتصال بك للأسف يعني. طيب من في آخر؟ هل في اتصال آخر؟ الأخ معاذ. نعم يا معاذ، لا يوجد أحد الآن. نعم تفضل أخي، هاي يلا يا أهلا وسهلا. نعم من معاي؟ معاذ تفضل يا معاذ. هاي معاذ شيخ عبد الباسط. يا أهلا وسهلا يا معاذ، أهلا وسهلا يا ولدي، مرحبتين بك. لا كيف حالك؟ كيف حال الشيخ حمزة؟ الله يبارك فيك يا ولدي. عندك أسئلة اليوم؟ عندي إيه. تفضل. هاي تو شيخ. نعم بدنا الأول أنت الندان الأول بتاع صلاة الفجر. الندان الأول إيه فرض هو ولا في جوامع يدن فيه وفي الإله فرض ولا شعيرة واجب إنه يدن ولا ما هوش ضروري؟ حاضر تسمع الكلام. حاضر يا شيخ، عندي سؤال آخر تو نبغى نفهم الحديث بتاع لا صلاة لمنفرد خلف الصف، معناه واحد كان بيعد الجامع أنا بديش بدع مع واحد ولا كيف؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. جميل حديث إيه صحيح حديث هو. نعم نعم ما في شيخ يقول لك لابد تجبد واحد. حاضر تسمع التفصيل من الشيخ بارك الله فيك. حاضر عندي سؤال اخر شيخ. تفضل. هاي تفضل معاذ. هاي الشيخ واحد قتل واحد مش متعمد عليه يصيم شهرين ولا؟ واحد قاتل خطا يعني. ايه عليه يصيم شهرين. اي نعم لكن هو ما يقدرش يصيم عنده مرض ولا حاجه كيف يدير؟ حاضر تسمع كلام الشيخ. هاي بارك الله فيك شيخ. السلام سلام بارك الله فيك. نعم ولد ليبيا من سرت تفضل يا ولد ليبيا من سرت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالشيخ. أهلا بولد ليبيا، مرحبتين بك، تفضل يا أخي. مرحبا بك. عندي مسألة سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل يا سيدي تفضل، مرحبتين بك. قطعة أرض للوالد. باهي ربي يبارك فيها يا رب. والوالد متوفي. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم بارك ملك ما خذيته لك ماطيره. تم انشاء عليها قطع عليها عماره من قبل اخوتي جدي. من ابن العماره؟
العمارة لأخوتي الاثنين. لأخوتك لأخوتك الاثنين. طيب تم إنشاء عليها عمارة من قبل أخوتي الاثنين، وسيتم بيع العمارة تقسيمها إلى حصص أو نسب. يعني كيف يقسموا العمارة؟ باي هذه حق لأخوتي الاثنين، أخذ حصتهم من الورثة، وإحنا خمس أولاد وخمس بنات. الله يبارك. باي حاضر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وخمسة إناث. حاضر حاضر يا سيدي حاضر بحول الله. وإياك يا ولد ليبيا من سرت، مرحبتين بك أخا الأخ أبو عمر. يا أبو عمر من درنا، يا مرحبا بك يا أخي. حياك الله يا شيخ عبد الباسط. الله يحييك حبيبنا، الله يسعدك ويهنيك يا أبا عمر، دائما تتواصل معنا أنت، بارك الله فيك يا أبا عمر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عندنا سؤال متعلق بالدرس يا شيخ عبد الباسط، ما أدري وقت المغرب عندنا في دارنا، لكن متروك لك الموضوع هذا، حطيته في الأول أو في الأخر. طيب ربي يعينك، الله يعينك ويوفقك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. السؤال لما تكلم الفقهاء على كراء الأرض غير مأمونة الري، كراء الأرض تكلم الفقهاء غير على الأرض غير مأمونة الري، مأمونة الري، نعم تمام، منعوا كراءها بشرط النقد. شراءها بشرط ماذا؟ كراء، منعوا كراءها مش شراءها، إيه كراءها آسف. بشرط النقد. النقد بشرط النقد. النقض الضاد. لا بالديل، نقد النقد. طيب منعوه الشرط النقدي للتردد بين الثمن والسلفية. التردد بين، نعم، ثمن والسلفية. سؤال الآن، سؤال هو السؤال، هل يجوز كراءها على البت أم لا؟ كراءها على البدء أم لا؟ بت البت يعني البيتوتة النهائي، يعني ما فيهاش إن كان ما مطرتش نرد لك الفلوس على البت. باي طيب حاضر 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 يا أخي أبو عمر، حاضر يا أبو عمر تسمع الإجابة. في سؤال واحد آخر ممكن يا شيخ عبد الباسط؟ إن شاء الله تفضل يا أبو عمر. هاي رد القرض هل يشترط فيه أن تكون من نفس الفئة من نفس العملة؟ يعني لو سلفت من واحد ألف دينار ليبي فئة 50، نعم، هل يشترط ترد له خمسينات أم ترد له عشرات والمبادلة أنا مغتفر فيها لحاجة الناس إليها؟ طيب أم هي من المبادلة التي لا تجوز؟ حاضر يا سيدي، تسمع كلام من الشيخ. واضح الله يبارك. الشيخ عبد الباسط. طيب واضح يا أخي أبو عمر، واضح إن شاء الله تعالى. الله يفتح عليك يا أبو عمر من درنا، والله يعينك يا رب. نعم محمد من طرابلس، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد من طرابلس او بنت ليبيا من الزاويه. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. كيفك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. الحمد لله كيفك انت؟ نبي عندي سؤال بالله يسأل. انا في العده، والعده بتاعي تبدا باديه من 7 ذات الحج. بدات 7 الحجه. ايوه. والسؤال الثاني عندي الشيخ، اني لما نقرا في القران، لما نقرا سوره القران سوره الفاتحه، ونبي نقرا سوره ثانيه بالصلاه في مثلا في العصر ولا في الظهر، تسبقني سوره ثانيه، وانا نبي نقرا مثلا الم ترى كيف فعل ولا اي سوره ثانيه، بعدين نبطل من سوره كل الله واحد ونرجع للسوره الثانيه، هل صحيح ولا خطا؟ باي طيب حاضر. وفي سؤال انت على العده والله غير، بس اخبرتيني يعني في سؤال في العده. أنا في العدة تواني. باي طيب، في سؤال في الموضوع هذا ولا ما فيش سؤال؟ إيه لا نبي، أنا تنتهي العدة أنا تاعي يوم بادي 7 ذات الحج. متى تنتهي؟ طيب حاضر. أيوة. وعندك سؤال ثاني بتاع الصلاة. أيوة شكرا يا سي الشيخ. بارك الله فيك. الله يهنيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يهنيكم يا رب. وفاء من طرابلس، وإياك وفاء من طرابلس، تفضلي يا وفاء. تفضلي يا وفاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. لو سمحت، مرحبتين، لو سمحت نجي نسأل. أنا زوجي متوفي وعندي 3 بنيات وما عنديش أولاد، ونبي نعرف بخصوص الميراث، قداش ناخذ أنا، قداش ياخذوا مثلا بناتي، أم زوجي على قيد الحياة وأعمامهم، وهل ليهم الحق في العصمة لو أني
ما نبيش نتصرف في الميراث هذا مثلا نبيعه ولا اي حاجه. باهي حاضر. هو ماشي. طيب حاضر تسمع الاجابه من الشيخ، بارك الله فيك. الله يرحم والديك، الله يرحم والديك في امان الله. يرحم زوجك يا ربي ويدخله الجنه يا رب ويجيره من النار. نعم ابراهيم من مصر، تفضل يا اخوي ابراهيم. هاي يا مرحبا يا مرحبا ابراهيم يا مرحبا، دائما تتواصل معنا كذلك، جزاك الله خيرا. الله يفتح عليك يا اخوي ابراهيم. الله يفتح عليك انت والشيخ ابو حمد ابو فارس وطيب في عمكم ان شاء الله ينفع بعمكم يا رب العالمين. يا رب يا رب يا كريم. تفضل عندكم سؤال اخوي ابراهيم اليوم. سؤال الشيخ ابو فارس متعلق بالصلاه، اللي جوزتي تصلي مرات تنبت في ركعه وبعدها تدير في تشهد سجود قبلي. فهي مرات تتكرر معها فتسال على حكم الصلاه، يعني هل صلاتها صحيحه ولا صلاتها باطله؟ اللي مثل يعني مرات في صلوات يعني في عده ايام مثل ظهر مره عشاء مره يعني متقطعات، فهي تذكرت الكلام هذا وحبت انها تسال السؤال. بعد كم يحدث لها في اليوم مثلا مرتين في اليوم يحدث لها هذا الوسواس؟ لا 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 ممكن اسبوع مره هيك والله. يعني اسبوع مره؟ يعني فهي تدير في تشهد قبلي تسعى على ركعه، يعني ما تطبش للركعه، تعتقد انها صلت وبعد ما تصلي تجي في السجود قبلي، يعني تكمل في الركعه وتجي في السجود قبلي. عارف ايش؟ لا حاضر. ربي يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يسلمك يبارك فيك يا اخوي ابراهيم. جمال من زليطن، تفضل يا جمال، تفضل. خلي يا جماعه نجيب الاسئله، اخر واحد ابو الحارث ثم نجيب الاسئله ونرجع. نعم تفضل يا اخي جمال من زليطن، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، تفضل. مانيش واخذ وقت واجد، ان شاء الله ميزان حسناتكم عموما. امين امين، بارك الله فيك والله، ربي يسعدك. يا شيخ علي نبي نسال الشيخ علي حكم التدخين شرعا، شخص ما قدرش يبطل التدخين ابدا، يقرا القران ويصلي في النوافل وفي الليل، ما قدرش يعرف ما صلاته وحكم حاجات هذه يعني. الله اكبر، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه من هذا البلاء. امين يا رب. يعني يقول للشيخ ان يعني يقيم في الليل ويصلي ويقرا القران كل اسبوع او 10 ايام. الله اكبر، سبحان الله، اسال الله سبحانه وتعالى فيه يا اخي، بارك الله فيك. طيب تسمع كلام من الشيخ يا اخي. ابو الحارث واخر واحد، نعم الزاويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا ابو الحارث. حياكم الله وحفظكم الله ان شاء الله. الله يحييك يا ابو الحارث، بارك الله فيك. عندي سؤالين يا شيخ عبد الباسط. تفضل يا سيدي. هاي عندما اصلي وراء الامام مثلا والامام يقرا في ايات فيها تسبيح مثلا يقول سبح اسم ربك الاعلى، هل انا كمأموم نستطيع ان نقول سبحان ربي الاعلى ام لا؟ يعني نعم. جائز هذه او لا؟ حاضر، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، أصلي يعني لحقت مع الإمام في صلاة العصر، لحقت معها ثلاث ركعات فاتتني ركعة، والإمام زاد ركعة خامسة سهوا، هل أنا أعوض الركعة اللي فاتتني ولا تحسب لي أربع ركعات، أو أنا نجيب الركعة اللي فاتتني وتبدأ خمس ركعات مثلي مثل الإمام؟ بارك الله فيك. حاضر، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. آخر اتصال أبو أحمد من سبها، تفضل يا أبو أحمد، تفضل يا أخوي. هاي السلام عليكم يا شيخ عبد الباسط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بأبي أحمد. حياكم الله على البرنامج الجميل يا شيخ. وأنت الأجمل يا أبو أحمد، بارك الله فيك على متابعتك للبرنامج. أنا الأسبوع الماضي اتصلت بك ووجهت سؤال للشيخ حمزة أبو فارس. نعم. بخصوص اللي هو صيغة عقد النكاح اللي هو وجوب التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول. إي نعم صح. لكن عندي الشطر الثاني، او عندي باقي الشطر الثاني من السؤال، يعني نسيت ما قلتهاش الحلقه الماضيه. اسف جدا، ما هو ترى ذكرني به؟ اللي هو سالنا الشيخ حمزه ابو فارس على عدم التلفظ بصيغه الاجابه والقبول، وهو ان يقول ولي الزوجه زوجتك موكلتي، والقبول من الزوج او وكيل الزوج اللي قبلت زواجها. فقال لنا الشيخ حمزه انه لابد من الاتيان بالصيغه. طيب طيب تمام تمام. ف يعني على كلام، يعني فهمت من كلام الدكتور حمزه ان يعني لا يجوز، يعني العقد باطل، يعني اللي فهمته ان العقد فاسد. ما توه انت لم ياتي بالاركان، يعني هذا ركن من اركان الزواج. هذا ركن، نعم تلفظ، نعم
باهي كيف يعني شنو الاجراء اللي ندوروه؟ يعني هل نمشوا للمحكمه مثلا او نمشوا ل الاوقاف مثلا يعطونا فتوى على اساس احنا نفسخ العقد ونعمل تجديد للعقد؟ باهي حاضر تسمع كلام الشيخ؟ تسمع كلام الشيخ؟ هذا سؤال يعني حاضر يعني. طيب فهمت يا شيخ. طيب ابو احمد بارك الله فيك حبيبي، الله يفتح عليك شيخنا بارك الله فيك. الأسئلة كثيرة وضاق الوقت للأسف، نسأل الله يعني يوفقك شيخنا للإجابة اليوم على كل الأسئلة في قبل انتهاء الوقت. الأخ معاذ من الوليد يقول شيخنا الأذان الأول الفجر هل هو واجب أم ماذا؟ يعني سنة واجب الأذان الأول الفجر؟ لا، هو الأذان الأول ليس واجبا، وإنما استحبه بعض العلماء لأنه كان في عصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له حتى يؤذن لهذه الفريضة حتى يستعد الناس، لأن هذا الأذان يحدث والناس في الغالب نيام، فإذا حدث هذا الأذان فإنهم يستعدون للصلاة قبل وقتها من الطهارة واللبس إلى غير ذلك، ولكنه ليس فرضا. وبقي أن نقول إن هذا الاستحباب في مشهور مذهب مالك ما زال على حاله، نعم علماؤنا يستحبون هذا الأذان لكنه لا يوجبونه، نعم. وأما الأذان بصورة عامة حكم الأذان، فيعني الأذان في المصري أي في المدينة أو مجموعة مساكن كثيرة هذا يعني واجب، فإذا يعني تركوه فإنهم يقاتلون عليه كما يقول فقهاؤنا، هذه بصورة عامة مش الأول ولا الثاني، الأذان الرئيسي. وفي ولكنه ليس واجبا وجوبا عينيا أي على كل شخص يريد أن يصلي، بل في البيئة يعني في مجموعة المساكن التي تنتظم في بيئة واحدة هذا واجب أن يذكر في أحد جوامعها. وإذا ترك هذا الأمر عند الجماعة نهائيا فإنهم يأثمون، لكن إذا أذن بهذه الصلاة أو بالإعلام بهذه الصلاة فإنه يسقط عنهم هذا الوجوب وهذه الحرمة وتصبح حكمها حكم السنية فقط. إذن تارة الأذان هذا يكون واجبا، هذا ليس الأذان الأول، نحكي على الأذان بصورة عامة، إذا كان يتصل بمجموعة بيوت أو منازل أو بيئة معينة يعني ينتبهون بهذا التأذين إلى وقت الصلاة هذا واجب. وأما إذا كان أذن في أحد المساجد بهذه البيئة فما حكم أذان الآخرين؟ الآخرون حكم أذانهم السنية وليس الوجوب، نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك. الأخ معاذ يسأل لا صلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل يجب عليه لما ندخل والصف الأول مكتمل هل يعني نجبر أحد نجبده ويصلي بجنبي يعني ولا كيف؟ لا لا لا، هذا رأي بعض العلماء، لكن رأي الجمهور أن صلاتك وراء الصف المتكامل نعم جائزة ولا تجلب أحدا ليكون إلى جانبك، نعم. ويعني فقهاء المالكية أوضحوا في ذلك، يأمرون هذا الذي جذب من الصف، كانوا أنت كنت في الصف اللي قبله وواحد أخذ من ثيابك فذهب بك إلى خلفه قال لا تطاوعه اثبت في مكانك. إذن الحوصلة إيش هي؟ أن هذه رأي بعض الناس الذين يرون أن الصلاة خلف الصف وحدك يعني باطلة وهم قلة، والجمهور أنها جائزة
ومكتملة، بل يأمرون هذا الذي نعم هو في الصف الذي قبله لا يطاوعه. نعم اترك، لا بأس عليه. نعم، وصلاة الجميع صحيحة. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، الأخ معاذ يسأل الذي قتل إنسان خطأ هل يصوم 60 يوم أو ماذا عليه؟ الذي قتل يعني مسلما خطأ فعليه أمران. الأمر الأول الدية، يدفع الدية إلى أهله وذويه، والدية يدفعها القاتل مع عاقلته أي أقاربه، ويقصدون بالقرابة أو يقصدون بالعاقلة هي قضية العصبة، يعني كل من يتصل بك عن طريق أبيك فهو عاصب وهو داخل في العاقلة. وتوسع بعض الناس يعني الفقهاء توسعوا في قضية العاقلة فقالوا حتى الذين يشاركونك في وظيفتك، نعم مثل المعلمين أو الشرطة أو الجنود أو غير ذلك، يدخلون في العاقلة. فلما كان هذا القتل خطأ ولم يتعمده صاحبه خفف عنه، فجعلت على القاعدة موزعة على 3 سنوات، وفيها تفاصيل أخرى معلومة في كتب الفقه. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. والديبيا من سر شيخنا وكذلك بعد الدية هذه، لكن بعد الدية نعم عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين. إذا بدأ هذا الصيام بالأهلة فلا ينظروا إن كانت هاتان الشهران أو هذان الشهران هل هما كاملان أو لا. نعم، فإذا بدأ من أول الشهر لا ينظروا إلى الكمال والنقصان. أما إذا ابتدأ من وسط الشهر فإن التكملة إلى 30 يوم يكملها من الشهر الثالث، أما الشهر الثاني فلا نعم ينظر إلى قضية اكتماله أو نقصانه. نعم، وإنما ينظر إلى النقصان والكمال في قضية الشهر الأول، لابد أن يكون 30. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. الأخ ولد ليبيا من سرت يقول عندهم قطعة أرض مخليها لهم الوالد، ويعني 2 من خوته بنوع لها عمارة، والآن هم بيوزعوا الميراث يعني، وهم 5 أولاد و5 بنات، كيف تصير في العمارة هي؟ البناء الذي تم على هذه الأرض هل هو كان يعني بسكوت الإخوة الآخرين أم ماذا؟ لم يبين لنا ذلك في سؤاله. فإن كانوا قد أذنوا في البناء فإن المسألة تتعلق بأمرين: أولا قسمة الأرض، هذه كلهم لهم فيها حظ أو حظوظ. أما البناء فإنه يكون لمن بناه، إذن قطعة الأرض نفسها المساحة التي بنيت عليها هذه العمارة فهي ميراث يقسم على نعم ما قسم الله سبحانه وتعالى به الميراث بين الناس. نعم، وأما العمارة فإن بناها 2 من الإخوة فهي لهما. إذن ننظر للعمارة هذه كم قيمتها الآن، والأرض كم قيمتها، ثم بعد ذلك توزع التركة على هذا الأساس. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير. الأخ أبو عمر من درنا يقول كراء الأرض غير مأمونة الري أو الري يعني منعوا كراءها بشرط النقد للتردد بين الثمن والسلفية، فهل يجوز كراءها على البت أولا أو لا؟ هل يجوز كراءها على البت أو لا؟
الأرض الغير مأمونة هذه خصوصا التي يرجع ريوها إلى قضية المطر، خصوصا المطر نفسه هو في بيئات مختلفة، أحيانا يكون أو تكون الأرض شبه مأمونة وأحيانا تكون ليس مأمونة تماما. وهذه اللي غير مأمونة نعم تحدث الفقهاء ومنعوا كراءها، نعم بشرط نقدي أي دفع الفلوس، لأن هذا يؤدي في حالة ما في حالة يؤدي إلى السلفية. هذه متى؟ لما تأخر السقي وتبقى الأرض بحالها ماذا يحدث؟ سيرد هذا نعم المالك، يرد النقود، يرد الأجرة إلى صاحبها المستأجر، فتصبح كأنها سلف، أسلفه 1000 دينار مثلا فرده إليه. وتارة يعني يحدث المطر وتروى الأرض فيحصل النفع فتكون ثمنية، بمعنى أنه دفع إليه أي المستأجر إلى صاحب الأرض، دفع إليه أجرة هذه الأرض. والتردد بين السلفية والثمنية ممنوع عند الفقهاء. وأما قضية السؤال الثاني، وإذا اكتراها، إذا اشتراها عفوا أو اكتراها وبدون نقد أو بدون شرط نقد، في هذه الحالة يجوز ذلك، نعم، لأن لا تردد هنا. إذا لم يشترط عليه نعم أن يرجع إليه الكراءة، فهنا لا توجد أو لا يوجد هذا التردد بين السلفية والثمانية، والله أعلم. طيب جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، حفظكم الله تعالى. الوقت انتهى، ونعتذر للإخوة جميعا، يعني أتمنى أن يتابعونا في الحلقة القادمة لأسئلة مهمة، وخاصة للمرأة التي تسأل عن العدة، يعني بدأت تقول في 7 ذي الحجة، فمتى تنتهي عدتها؟ ويعني مش عارف شيخنا هل تجيبها بسرعة، يعني المرأة اللي في العدة بدأت يوم 7 ذي الحجة، متى تنتهي عدتها؟ ما هو لا أعرف أن 7 ذي الحجة كان كاملا أو ناقصا. نعم، إذن تراجع دار الإفتاء لعلها، أو إن شاء الله ننظر لها في الحلقة القادمة إن شاء الله. لابد من الرجوع إلى التقاويم. طيب شيخنا، جزاكم الله خير شيخنا، وحفظكم الله تعالى، وبارك الله في أعمالكم وفي أعمالكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. كنتم معنا في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، الإخوة والأخوات، ختاما جئنا لهذا اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفتي الحيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.